السلام عليكم. تنتشر عشرات المدارس العربية والدولية في تركيا وسط مئات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين العرب الذين اختاروا تركيا وجهة للعيش. في حلقة اليوم من حديث العرب نتوقف مع قضية التعليم العربي في تركيا ونبحث سيرورة هذه العملية وطبيعة التحديات التي تواجه القائمين عليها، كما نتطرق إلى الأهداف التي تسعى المدارس العربية إلى تحقيقها والمنجزات التي حققتها البيئة التعليمية العربية في تركيا. تفاصيل هذا الموضوع تأتيكم بعد متابعة التقرير التالي. منذ بضع سنوات لم يكن في تركيا إلا عدد قليل من المدارس العربية، بما يتوافق مع قلة أعداد الجالية العربية في البلاد، ومع خروج أعداد كبيرة من العرب هجرة ونزوحا نحو تركيا مدفوعين بانتكاسات الربيع العربي والصراعات في المنطقة. سعى الكثيرون للحفاظ على الهوية العربية والروابط التي تجمع أبناءهم ببلادهم الأصلية، ولعل رابط اللغة العربية كان في صدارة اهتمامات هؤلاء. وكغيرها من القضايا التي تهم الجاليات العربية في تركيا، تختلف الآراء وتتنوع بشأن المدارس العربية، فبينما يرى البعض أنها حافظت إلى حد بعيد على الهوية العربية لأبناء هذه الجاليات وحفظت لهم اللسان العربي، يرى آخرون أن ذلك غير صحيح، إذ تتهم إدارات هذه المدارس بالسعي نحو الربح المادي فقط دون تقديم خدمة تعليمية جيدة، مشيرين إلى أن أكثر مناهج هذه المدارس تتبع دولاً عربية تحتل مراكز متأخرة في التصنيفات الدولية لجودة التعليم. المغالاة في تقدير رسوم الالتحاق بالمدارس العربية في تركيا وتحصيل أكثرها بالدولار الأمريكي وليس الليرة التركية يمثل تحدياً وعائقاً في سبيل إلحاق أبناء العرب بهذه المدارس، الأمر الذي دفع كثيراً منهم إلى إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية التركية التي تستقبل الأجانب بالمجان ودون عوائق تذكر، إلا أن ذلك أورث البعض إهمالاً للغة والثقافة العربية، حتى بات بعض الطلاب لا يعرفون القراءة والكتابة باللغة العربية. في المحصلة، فإن تجربة المدارس العربية في تركيا تظل محل اختلاف في وجهات النظر بشأن أهميتها وإنجازاتها على المستوى اللغوي والثقافي، وبشأن دورها في الحفاظ على الهوية العربية لأبناء الجاليات العربية في تركيا. إذن موضوع حلقتنا هذا نضعه على طاولة الحوار مع ضيوفنا الكرام في الاستوديو محافظ الألقاب طبعا، محمد الناهي المشرف التربوي، وأيضا في الاستوديو أحمد الصالح المدير الأكاديمي في مدارس الأوائل الدولية، ويشاركنا الحوار عبر سكايب من اسطنبول مروان خالد المستشار التعليمي. أهلا بالجمع الكريم. لو بدأنا معك أستاذ أحمد، هل في جعبة المدارس العربية المنتشرة منذ سنين هنا في تركيا نستطيع أن نقول هل لديها أهداف محددة واضحة المعالم للمسار التعليمي؟ حقيقة أولا أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، جزاكم الله خيرا. بالنسبة للمدارس الحقيقة يعني تكون الأهداف واضحة عندما يكون هناك خطة واضحة. المدارس بشكل عام بدأت بإسطنبول كردة فعل على تدفق اللاجئين السريع وغير المنتظم، فمن هذا المنطلق كونها انطلقت بشكل مفاجئ فما كانت حقيقة الأهداف واضحة بذاك الوضوح، لذلك تجد التنوع الكبير في من ناحية المناهج، من ناحية استقطاب الطلاب، من ناحية الأمكنة فئات الطلاب. فلذلك حقيقة عندنا تحدي كبير عند المدارس، وهو عدم وضوح رؤية استراتيجية بعيدة المدى، أقول لا أقول استراتيجية الخطة العادية، بل خطة بعيدة المدى، لأنهم أصلا لا يعرفون ماذا يعني كم المدة التي سيبقى فيها اللاجئ أو الغربي، فهم جاءوا كحل مشكلة، يعني لا نريد أن نظلمهم ونحملهم فوق طاقتهم، يعني هم جاءوا لحل مشكلة إسعافية،
فلم يكن لدينا بشكل عام خطط استراتيجية واضحة بالنسبة لأهدافنا. طب انتهت الحالة الإسعافية، يعني الآن منذ أكثر من 10 أعوام هنا العرب مقيمون في تركيا والمدارس التركية العربية موجودة، لماذا تغيب الأهداف؟ حقيقة يعني لو سقطنا الوضع على الواقع العربي نجد أن المدارس هناك يعني فوق كل مدرسة مدير وفوق كل مدير تجمع أو فوق بالنهاية عندك وزارة، الوزارة هي التي تقوم عادة بوضع الأهداف الاستراتيجية التعليمية لكل البلد. الآن نحن نعيش يعني حالة شبه انفصام مع وزارة التعليم، طبعا هم يشرفون جزاهم الله خير ويتابعون الأمور القانونية، لكن الأهداف التي يريدها الطالب العربي لنقول أو الطالب غير التركي لا يوجد تمثيل قانوني حقيقي في الدولة التركية. الدولة تسأل من ناحية القانون، من ناحية الإجراءات الاعتراف المعادل. الاعتراف المعادل، الأمور كلها قانونية، لكن أنا بمثابة ولي أمر ماذا أريد أن يكون المخرج النهائي لابني بعد 12 سنة؟ هم يعني لا يوجد تواصل بيننا حقيقة، نحن وبين ربما الدولة ربما الوزارة المسؤولة، فلذلك نحن الحقيقة أجد ما في بشكل عام ما يوجد خطط واضحة بعيدة المدى. قريبة موجود، كل مدرسة لديها خطة لديها أهداف لديها وضوح لا شك، لكن بشكل بعيد المدى ما أظن أن هذا الأمر يعني موضوع على طاولة الحوار بين المدارس. أستاذ محمد، هل توافق على أن المدارس العربية هنا ليست لديها أهداف، وربما ليس السبب في تقصيرها هي بقدر ما أن ظروف موضوعية تمنعها من أن تضع أهدافا استراتيجية تخدم في النهاية أبناء اللاجئين العرب في تركيا؟ هل توافق على هذا الطرح أم أن ثمة أهدافا وغايات تسعى إلى تحقيق هذه المدارس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين. أشكركم حقيقة على الاستضافة. أهلا وسهلا. الناظر في الواقع كما ذكر الأستاذ أحمد تجد أنها أنشئت كردة فعل، وهذه المدارس الأهلية لا يدخلها إلا فئة معينة من الطلاب، ولذلك تجد أن هناك أهداف استراتيجية قد ربما وضعت على الأوراق لكنها في الواقع واجهت كثيرا من الصعوبات من جهة القوانين التركية، من جهة يعني البيئة نفسها، من جهة الطلاب الوافدون، يعني أتوا الطلاب من شتى البقاع ليست من دول عربية فقط، جاءوا من دول أوروبية أخرى، يعني منهم لن يجدوا اللغة العربية عندهم فأتى بلغته الذي سكن في بلد أمريكا أو إسبانيا أو روسيا أو كثيرا من هذه الدول، فجاء إلى هنا، فتجد أنه صعب أن تكون هناك أهداف استراتيجية لمثل هذه المدارس، وإنما كما هناك أهداف وضعت تحصيل حاصل. لماذا أنت تقول أستاذ محمد تقول بأنها هذه المدارس وجدت كرد فعل؟ لماذا يطول رد الفعل؟ لماذا لا يمتلكون العقل المنظم الذي يساعدهم على وضع أهداف؟ في النهاية تتحدث عن عشرات الآلاف إن لم يكن بضع مئات الآلاف من الطلاب الذين يجب أن يدخلوا في مسار تعليمي ينتهوا به إلى نهاية تحدث عنها أنها أستاذ أحمد قبل قليل مفقودة. لماذا؟ نعم مفقودة، ولماذا مثل هذه الأشياء؟ لأنه الهدف الأساسي من نشأة هذه المدارس ما هي؟ لو رجعنا لأصحابها الهدف مادي، يعني هدف ردة فعل بحث عن سبل جلب مصدر رزق، هذا الهدف الأساسي، هذا هدف. إذا كان هدف الهيئة الإدارية لمثل هذه الأشياء دخل هذه المدارس إما تجار وهذا ليس عيب، إما مهندسون وهذا ليس عيب، وليس النشأة التعليمية إلا ما ندر. طيب يعني عفوا، عندما يكون المدارس الخاصة هدفها ربحي هذا كما تفضلت ليس عيبا، فهناك مدارس بريطانية مدارس فرنسية مدارس أمريكية هدفها ربحي لكن استطاعت أن تصنع علامة تجارية بحيث أنها تقدم منتجا علميا يساهم في خدمة البلدان، لماذا تغيب هذه الحالة في المدارس العربية في تركيا؟ نعم في طبعا أنا لا أتبنى هذا وإنما بناء على ما تتفضلان. نعم بيه. نعم المدارس العربية ينقصها كثيرا من الأشياء، أتت من بيئة عربية وأرادت أن تنقل ما كانت تطبقه في هذه الدول العربية على واقع دولة متطورة، دولة عندها إمكانيات غير الإمكانيات التي يعني بعقلية التقليد، ولذلك بعض المدارس تقلد بعضها البعض، يعني الكادر أيضا يعني هناك نقص في الكادر، يعني لم يتهيأ بعد في هذه الدولة لأنه أتى مغيب الكادر العلمي والتعليمي، يعني أتى البعض يعني أتى تحصل حاصل يلا من أجل أكمل مسيرتي طيب. التعليمية من أجل أن يعني أمشي مصدر رزق وإلى غير ذلك من هذه سنتحدث الأشياء. سنتحدث عن فرق العمل ربما نعم. الأستاذ أحمد كونه لغوي لا يوافقنا على عبارة كادر وإنما فرق العمل نعم. لكن قبل ذلك يعني أنت ممن يقولون بأنه لا يوجد هدف، إذا ما استثنينا الجانب الربحي لا يوجد هدف تعليمي واضح ومحدد مربوط باستراتيجية
تخرج هؤلاء الأطفال العرب الذين يعيشون في المغترب ليحققوا أهدافا وغايات محددة، هل توافق على هذا الاستنتاج؟ نعم، هذا الاستنتاج من خلال الواقع لعشر سنوات مضت. نعم. لأنه ناشئة، تجد أن المدارس العربية هنا ناشئة، يعني عشر سنوات، يعني وجود عوائق قد ربما كانت سببا في عدم إيصالهم لهذا الهدف. يعني قلة اللغة العربية في كثير من الذين يأتون لمثل هذه المدارس لا يحسنونها، لا يأتيها إلا الطبقة العالية، يعني الطبقة الدونية المتوسطة الفقراء لن يأتوا بأولادهم إلى هذا. فلذلك أنت لما تريد أن تحقق الهدف تنظر في هذه المدارس، ما هو الهدف؟ هل وجدت طالبا يرسب في المدارس الأهلية؟ لا تجد مثل هذا الأشياء، لا يوجد الرسوب، لا يوجد الرسوب، وهذه مشكلة. لذلك أنت ماذا، ما هو هدفك؟ هدفك ألا يزعل من؟ رب البيت، رب أبو الطالب أو الطالب ولي الأمر. نعم. يعني وهذا، لذلك الآن أنت حطمت أهدافك الأساسية. ولذلك حتى في أسئلة الاختبارات وغيره إلا ما ندر، يعني أنت يعني حتى في معاملة الطلاب ومعاملة المعلم والمدرس اختلفت الأساليب، يخاف أن يشتكي الولد لأبيه، يعني أصبحت هذه المدارس ديدنها، تخاف من أن مسؤول ولي الأمر يأخذ ولده من مدرسته، فلذلك تطبطب على الحاصل، يعني وكما يقول يعني تخفيف الضرر. يعني من هذه مشكلة حقيقة أستاذ محمد، وربما يكون حلها في قضية وجود حد معين من التنسيق بين المدارس، وهو ما أريد أن أسأل عنه الأستاذ مروان في إسطنبول. إلى أي مدى يمكن القول بأن هناك نوعاً في المسار التعليمي ضمن المدارس العربية نوعا من التنسيق والتكامل في المسار التعليمي بين المدارس، بما يفضي في النهاية إلى تقليل العقبات وزيادة حسنات التعليم؟ هل تلحظ وجود هذا التنسيق أم أن الأمر بين المدارس هو فردي، كل مدرسة تعمل وفق وسائلها وأساليبها وغاياتها؟ السلام عليكم ورحمة الله. بداية أسأل الله يحفظكم. الحديث طبعا عن المدارس العربية في تركيا ذو شجون وبحث كبير وواسع، وفي الحقيقة لا أدري من أين أبدأ من كثرة ما يجب الحديث عنه. على كل حال، إجابة على سؤالكم، يبدو أنه لا يوجد هذا التعاون ولا هذا التنسيق بينها، وإلا لكنا لمسنا أثره في واقع العملية التعليمية. بداية يا أستاذ جهاد، قبل أن نرصد الواقع وأن نتحدث عنه وأن نسبر أغواره، ربما من الأنسب أن نتحدث عن معايير مهمة نسأل أسئلة، وربما هذه الإجابات عن الأسئلة توضح هذه المعايير. لو سألنا أصحاب هذه المدارس في تركيا، أسأل الله أن يعينهم جميعا وأن يبلغهم الغاية الطيبة من التعليم، لو سألناهم ما الغاية الكبرى التي تسعى لها مدرستكم في تعليمها؟ كيف تتعاملون مع هذه المناهج المتعددة المشارب؟ والمناسبة كثير جدا من هذه المدارس تبنت المنهج الغربي في التعليم. كيف تتعاملون مثلا لو سألناكم هل الغاية عندكم أن تعطوا هذا الطالب شهادة؟ وهل يمكن أن يكون من بين أعداد هؤلاء الطلبة الذين أخذوا شهادة ربما من المناسب أن يكتب تحتها شهادة زور؟ هل الأهداف التي تسعون إلى تحقيقها هي إكساب الطالب مزيد من اللغات، مزيد من المهارات، وكيف ينعكس ذلك على فعلا هذا الطالب في بعد ذلك خوضه لغمار الحياة؟ لا شك أن الحاجة إلى إعادة النظر فيما تفعله المدارس العربية في إسطنبول هو مطلب مهم جدا على كل أولياء الأمور أن يطلبوه. قبل أن نتحدث في ما ينبغي أن يكون، ربما هذا نؤجل نفرد له حديثا آخر، لكن لماذا يغيب هذا التنسيق وهذا التكامل بين المدارس؟ ما السبب الذي يحول دون هذا؟ لأن الأهداف اختلفت. لو كانت، أنا لماذا سألت السؤال الأول ما الغاية؟ لو أن الغاية توحدت، لو أن الجميع قال في خلده غاية التعليم أولا وأخيرا هي تحقيق العبودية لله، وتحت هذه المظلة يمكنك أن تصل إلى أعلى درجات التعلم التقني وأعلى درجات التعلم المهاري وأعلى درجات التعلم المعرفي، هذا حديث كبير.
لو اتفقوا على ذلك أو لو أنهم انطلقوا من هذا المنطلق، التعليم يا صديقي له بالنهاية منطلقات ينطلق منها وغايات يريد أن يحققها. الغايات إن كانت الغاية الكبرى عند أصحاب هذه المدارس هي تحقيق الربح، فهذا لا يمكن أن يجعلهم يتعاونون. هذا لا سبيل، ليس يعني من السبل التي تجعلهم يتفقون. ولكن ألا يمكن، يمكن، وندعو المدارس يا جماعة لتكون عندكم غايات تتفقون عليها، شوية اجتماعات اجتمعوها وحددوها. هناك غايات كبيرة، هناك حاجة عند الناس لطلب اللغة، هناك حاجة عند الناس لأن نثبت الهوية الإسلامية عند أبنائهم، هناك حاجة، القائمة تطول. لو أنكم اتفقتم عليها ثم طوعتم المناهج المختلفة التي تتعاملون معها في مدارسكم، والله لوصلتم بإذنه تعالى. لا نريد نحن أن نتحدث عن الظلام، نريد أن نضيء شمعة، نريد أن نقول لأصحاب هذه المدارس نصيحة منا أيها الإخوة أيها الأحبة، الله الله في تلك الأمانات التي استودعكم أولياء الأمور عليها، هذه أمانات. أنا كنت يوما ما أقول ثمة لا أريد أن أقول جريمة، وإنما ثمة أخطاء ترتكب كل يوم، وهذه الأخطاء تعود للأسف الشديد بالسوء على فكر وعلى روح وعلى سلوك الأبناء. هذا التوصيف أخي الكريم ضروري أن نتحدث عنه، وهذا لا يعني أنه ليس هناك جهود مبذولة، هناك جهود مبذولة، ولكن سؤالك عن هل هناك تعاون، هل هناك تنسيق بيننا، هذا يستدعي أن ننسق. هذا مرتبط بالحديث أستاذ مروان، أصحاب الجهود ولكنها فردية للأسف الشديد. هذا مرتبط بالحديث عن مدى الحاجات التي تلبيها هذه المدارس لأبناء الجالية العربية، وهو ما نبحثه بعد الفاصل. لكن قبل أن أذهب إلى الفاصل أذهب إلى الأستاذ أحمد. تحدث الأستاذ محمد قبل قليل عن طرف من المشكلة التي سأسأل عنها، وهي وجود ضعف في أطقم التعليم أو فرق التعليم وقلة الكفاءات. ما طبيعة، ما علاقة هذه المشكلة بالمستوى العام للمدارس في تركيا؟ جميل جدا. احنا حقيقة الحديث مرتبط ببعضه، فإحنا إذا قلنا المدرسة بدأت كرد فعل أو كحل المشكلة بتعبير أجمل، لابد أن الفريق الذي أتى واشتغل أيضا أتى بشكل مفاجئ، هو ليس مجهزا لهذه البيئة بشكل عام، ليس يعني 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 عنده تلك القدرات العالية للتعامل مع هذه الشريحة. يعني أي معلم بأي جنسية كانت جاء من بلده كان يتعامل مع شريحة محددة، ثقافتها مشتركة، تعليمها مستوى محدد. الآن عندك في الصف الواحد أحيانا 5 جنسيات من بلاد، ولكنهم عرب، يعني ثقافة واحدة، يعني اختلاف في بعض العادات، يوجد أشياء مشتركة. لكن يعني المناهج حقيقة أستاذية تصنع الإنسان. يعني الذي يدرس في المنهج الليبي أو السوداني أو العراقي أو السوري لمدة 10 سنوات، بعد 10 سنوات صنع عندك إنسانا مختلفا نوعا ما. صحيح أن هناك خطوط عريضة بين الشعب العربي، نتحدث عن مدارس ابتدائية نحن الآن. يعني هنا الأولاد ينشؤون مع بعضهم، يتشربون مع بعضهم، يتلقون منهاجا مشتركا مع بعضهم، السوداني والسوري والليبي والعراقي وكلهم. صحيح، لكن أنا أتحدث أن أستاذهم ليس مهيئا للتعامل مع هذه التنوعات والتعامل مع الطلاب، لأن التعليم أساسا قبل أن يكون إلقاء المعلومة أو تلقين المعلومة أو إيصالها، قبل أن يكون هناك تعامل إنساني، فهو في عنده مشكلة نوعا ما، ليس مهيئا للتعامل مع هذه التنوع. هي أولا. النقطة الثانية للأستاذ، ربما الكثير منهم جاء ولم يكمل دراسته، ربما يعني بعضهم جاء في عنده الكثير. دعونا نكون يعني واقعيين، هذا الإنسان أو هذه المعلمة ربما لديها الأحزان وهموم، وأغلبهم الذي جاء من بلاد الحرب والبلاد المنكوبة. هذه الحالة المضطربة عند الإنسان المعلم لابد مهما كان بارعا في فصل الصف عن حياته، مهما كان بارعا لابد أن تدخل معه، فهو ليس إنسانا يعيش حياة طبيعية. هذه من الناحية الأولى أو الثانية. الناحية الثالثة أيضا، أجور المعلمين ربما لا تتناسب، أو أكيد لا تتناسب مع احتياجاتهم. لن نريد أن نحمل المدارس هذا العبء، مثل ما قال أستاذنا الأستاذ مروان، نحن هنا لنضيء شمعة لا لنلعن الظلام. بشكل عام أجور للمعلم، وأنت تعرف أن يعني صنفان من المهن، المعلم والطبيب، إن لم تستطع إكفاءه وكفايته في يعني حاجاته اليومية، فإنه يدخل مشوش الذهن، لأن عمله قائم على قدراته الذهنية، فهو ذهنه في الخارج وعمله في الداخل
هذه بعض الأسباب التي جعلت فريق العمل لا يرقى لمستوى الخدمة. أضيف أمرا آخر وهو يعني مشكلة وأنا نبهت عليه في كثير من المدارس ونقطة تحل كل هذه المشكلة، وأتمنى من هذا المنبر من منبركم الكريم أن تصل، التدريب يجعل طالب المعلم الضعيف يجعله مميزا، ويجعل المعلم العادي مبدعا، ويجعل المعلم المميز مبدعا. التدريب حل رائع جدا ليس مطبقا بكثرة في مدارس يعني العربية والعالمية. نعم، نبحث بعد قليل مدى تلبية الحاجات لأبناء الجالية العربية التي تقوم بها المدارس العربية في تركيا. فاصل قصير ومن ثم نعود لاستئناف الحديث. مرحبا بكم مرة أخرى في هذا الحديث العربي الذي يبحث قضية التعليم في المدارس العربية داخل تركيا ومدى ما تقدمه من حاجات لأبناء الجالية العربية هنا. أبدأ الحديث معك في هذا المحور أستاذ محمد، لماذا تبدو مشكلة ضعف فرق وأطقم التعليم في المدارس مستفحلة؟ ما السبب الذي يحول دون حل هذه المشكلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. طبعا كما ذكر الأخ أحمد، هناك ضعف ينقصه من قبل التدريب. واحد، اختيار هيئة التدريس لهذه الكوادر، يعني قد ربما هي ليست مؤهلة ولكنها من أجل البحث عن لقمة العيش، وخاصة الواقع هنا. يعني هناك أهداف لم تتحقق في الدول العربية نفسها ذاتها في المدارس الخاصة، كيف ببلد مثل هذا البلد الأجنبي أن يتحقق؟ يعني هناك لم يتحقق، لكن هنا مناخ حرية العمل ربما يكون هنا أفضل. هنا حرية العمل لكن قلة الأجور والتبعات القانونية المتكلفة. مثلا أضرب لك مثال، يبحثون مثلا أرباب المدارس عن بعض الأكاديميين يعني الذي يرضى بقليل من الرواتب. نعم. يعني هذا بحثا عن، لأن هناك تكاليف يعني قد ربما نعذرهم، تكاليف من قبل الوزارة بأن التأمين الصحي مثلا التركي يدفع مبلغ يسير 7,000، مثلا الأجنبي الذي تريد أن توظفه قد ربما يصل إلى 30,000. يعني بهذا أنت اخترته من بيئة أتى إليها وهو ليس مؤهلا تدريسيا أصلا، يعني ليس من بيئة أنه كان عنده تراكم خبرات في الجانب التعليمي، يعني أيضا ليس مؤهلا لإدارة فصل قلة الخبرة في ذلك، عنده مفهوم حاصل وهو أن يأتي للفصل أن تنتهي الحصة ويلقي الدرس وانتهى. المدارس تأخذ الأجور بالعملة الصعبة بالدولار، ما الذي تفعله؟ نعم، هي هذه المشكلة، ما الذي تفعله؟ هي تقول وتبرر بأن لديها تكاليف ولديها تصريحات ولديها يعني من هذه الضرائب وغيرها، فتتعذر بهذه الأعذار، قد ربما تكون واهية وقد ربما ماذا. لذلك نقص الهدف كما ذكر الأستاذ مروان، يعني الهدف الأساسي هدف مالي. فلذلك أنا لما أعطيك مبلغا ماليا كبيرا أو أجورا كبيرة قد ربما أتضرر أنا جانب يعني الجانب المالية أو الجانب الإدارية. وهناك تنافس، تجد بعض المدارس رفعت سقف المدرس فتجد أن الطلبات عليها والإقدام عليها، أو قد ربما تجد يعني البعد المسافات، يعني مثلا تجد كادر تعليمي هنا في هذه المنطقة قد ربما بعد المسافة لمدرسة أخرى لا تستطيع التكاليف تذهب وإياب، فلذلك قد ربما يبحث عن وسيلة غير التعليم. يعني لذلك المدارس تستقطب بعض المدرسين غير مؤهلين، ولذلك هي أمانات كما ذكر، هي أمانات الآباء، يعني أعطوا فلذات أكبادهم أمانة عندكم ودفعوا مبالغ، يعني مبالغ هائلة، تجد الطالب قد ربما 3,000 دولار 4,000 دولار 5,000 دولار بالسنة، يعني مبالغ خيالية يعني مثل هذه الأشياء. فأنت لما تكون الحصيلة والهدف مالي لن يتوك وتقصر في حق المعلم، المعلم لن يأتي بالشيء المطلوب، وأيضا اختيارك أنت لهذا المعلم اختيار غير سليم. يعني هل أفهم من كلامك أن القائمين على المدارس العربية في تركيا من غير أهل المهنة، من غير أهل الاختصاص، من ذوي من الباحثين عن الربح السريع وليسوا من البيئة التعليمية؟ نعم، هذا هو نعم السبب. إلا ما ندر، يعني تجد 50% قد ربما تحصل 5 الذي هم أساسا يعني أتوا من بلادهم وهم أنشأوا مدارس، كانوا عندهم مدارس سابقة، أكاديميين كانوا في هذا، غير الذين هنا في هذه المناطق. ربما هذه يعني هذه المشكلة الكبيرة. يعني هنا أسأل الأستاذ مروان، عندما يكون كما يقول الأستاذ محمد هنا أن الأكثرية من القائمين والمشرفين على المدارس
هم من خارج البيئة التعليمية، من الباحثين عن الاستثمار والربح، وهذا أنتج لنا مشكلة أخرى وهي ضعف أطقم العمل وفرق العمل في المدارس. هذه المشكلة أو القضية المركبة، يعني ما عمق الأثر الذي يمكن أن تتركه في الأجيال الناشئة الآن في المدارس العربية في تركيا؟ أعيش في البيئات التعليمية من قرابة 30 عاماً، والله لم أعهد في حياتي العجب العجاب الذي رأيته في مدارس اسطنبول من ناحية الكفاءات الإدارية التعليمية والتربوية التي تكون مسؤولة عن تعليم أبنائنا. يعني أنت لن تستغرب أن أقول لك أن بعض المدارس ربما كان الرأس فيها المسؤول حتى عن وضع الحصص التعليمية وعن توجيه المعلمين وعن هذه الأمور، هو لم يعمل في التربية والتعليم يوما واحدا، إلا أن إلا أن الكفاءة المالية جعلته يترأس على الكثير جدا من الناس، وعلى أن يقول رأيه في أن يكون هناك حصة أو حصتين لمادة معينة أو ثلاثة. أنا أعي هذا جيدا وحصل معي تحديدا. هناك عبث رهيب جدا حقيقة. أحسب أخي كريم، وهذا أقوله من تجربتي، أن ثمة الكثير من كفاءات التعليمية بالمناسبة من المعلمين أكفاء بكل ما تعنيه الكلمة، ما شاء الله عليهم، لكن هل هناك إدارة تعليمية تحسن استثمار ما عند هؤلاء المعلمين؟ أقول هذا انتبه، تحته خطوط كثيرة، وفوقه كذلك هناك نقص في هذا الجانب، والأمور نسبية أخي الكريم. يعني قد تجد في بعض المدارس كفاءة إدارية تعليمية تربوية بين قوسين. أنا لا أؤمن أنه أنا عندي كفاءة إدارية فقط، لا يا صديقي، يجب أن تكون كفاءتك الإدارية مشفوعة أيضا بالحس التعليمي والتربوي، وهذه التربية يا إلهي كم نريد أن نتحدث عنها. يعني أخي الكريم، إجابة حتى لا أذهب إلى إجابة أخرى، إجابة عن سؤالكم، نعم ثمة من هو مسؤول عن بعض المدارس وفمين به. سؤالي حقيقة أستاذ مروان، سؤالي هو عن عمق الأثر هذه المشكلة، عن عمق الأثر الذي ستحدثه في النهاية في هذا الجيل الذي ينشأ، كيف ستنعكس على هذا الجيل؟ يعني في النهاية ستكون هناك مصيبة. أنا قلت مرة لصاحب أحد المدارس، قلت له شوف يا صديقي، لو أن معملك معمل بلاستيك أنت تستطيع عندما يفشل القالب أن تغيره، ولكن أن تجرب في عقول الناس وفي الأبناء وفي أفكارهم، وبعد سنة كاملة تكتشف أن تفكيرك في جلب النقود لم يتوافق جيدا مع تحقيق عملية تعليمية. هؤلاء الذين قضيت عليهم سنة كاملة أو سنتين أو ثلاث أو عشر بالمناسبة، نعم أو عشر، كيف لك بعد ذلك أن ترقع كل هذه الأمور؟ كيف لك أن تحسن؟ كيف لك أن تعود؟ اجلس واستغفر. أنا ربما أتكلم حقيقة بحرقة، لأنني يعني أعرف جيدا، والكثير والله عشرات من أولياء الأمور يأتون ويستشيرونني ويبثون همومهم، يا أستاذ تصور، يقولون كذا وكذا، نحن ندفع كما تفضل الدكتور عندك، نحن ندفع الكثير لهم من الدولارات، ولكن ابني في النهاية لا أجد عنده قيمة، لا أجد عنده خلقا، لا أجد عنده مهارة. يا أستاذي كريم، يعني هل وجدت واحدة من المدارس تعتني جيدا بإكساب الطلبة أدوات التعامل مع التقنية الحديثة الجيدة، مع العالم هذا الجديد؟ هل وجدت هناك من يعتني بمهارات التفكير؟ هل وجدت هناك من يعلم أبناءنا التربية الإعلامية التي تطرأ أسماعهم ليل نهار، والرسائل التي يعني تدهم أفئدتهم وعقولهم وأبصارهم وأسماعهم ليل نهار؟ هل وجدت منهم من يهتم، وهذا موضوع كبير، من يهتم جيدا باللغة العربية التي يفتقر إليها الآباء هنا والأمهات؟ يقول يا أخي ابني صف خامس، ابني صف سادس، ولا يعرف القراءة والكتابة جيدا. طيب أين أنتم يا أصحاب المدارس عن هذا؟ نعم. لماذا لا تجتمعون؟ لماذا لا تضعون خطة؟ طيب تتفقون؟ لماذا لا يعني ما دام الأمر كان كذلك، هنا دعني أسأل في الاستوديو الأستاذ أحمد، ما دام هذه الصورة الآن التي تقدموها،
برأيك يعني ما فائدة المدارس العربية هنا إذا كان الأمر بهذه الصورة التي تقدم على ألسنة الضيوف الكرام؟ ما نسبة ما تقدمه من حاجات أبناء الجالية العربية في تركيا هذه المدارس؟ أحسن. أنا حقيقة أردت أن أقول منذ قليل، يعني فقط أسمح لي أن أعقب قليلا على كلام الأساتذة الكرام ثم أنتقل. وجود المستثمرين أو الناس الذين لا غير متخصصين في التعليم كأصحاب المدارس، حقيقة هذا ليس أمرا سلبيا، نحن بحاجتهم. يعني نحن من دون أصحاب الأموال وصاحب المال ليس يعني لن يكون معلما بالنهاية، سيكون مستثمرا كبيرا أراد أعجبه استثمار التعليم استثمار رابح دعوني أفتح. نحن بحاجته هنا، لكن فقط نريد أن ننصحه نصيحة أنك يعني سلم هذا المعمل البشري الضخم جدا، هذا المصنع سلمه إلى أهله وتنحل المشكلة. نحن بحاجتك وبحاجة مالك ويعني بحاجة يعني هذا الصرح الجميل، وأنت أيضا بحاجة طلابنا، فهو يعني توافق حقيقة. فبالنسبة لسؤالكم عن ما مستوى الحاجات التي تقدمها هذه، ما الغاية في النهاية من وجودها إذا ما كانت بهذه الصورة السوداوية التي تعمل فيها؟ يعني أنا لا أقول أنها سوداوية، ربما نحن ننظر إلى يعني السلبيات كي نصلحها نوعا ما. وأيضا الآن سأنظر إلى جانب مشرق آخر. قبل أن أقول ذلك يجب أن نتحدث أو نذهب إلى يسمونه العميل في اللغة في عالم الأعمال أو إلى صاحب الخدمة. نحن حقيقة مشكلتنا إذا يعني قد لا نستطيع حلها مع المدارس نذهب إلى صاحب ولي الأمر. أنت ما هي حاجتك عندما جئت إلى المدرسة؟ هل كنت متصورا ما هي الحاجات التي تريدها حتى نحاسبه في النهاية؟ يعني أنت بالنهاية أتيت وهذه كما قلت لك بسبب النقلة المفاجئة التي يعني أحدثت أثرا خطيرا. ولي الأمر عندما يضع ابنه ويعود لا يطلب شيئا، يفاوض فقط على شيء واحد، يفاوض على السعر. وهذه يعني نحن نريد أن نقف بالوسط، يعني حقيقة لا نتحيز لأصحاب المدارس ولا للطلاب، نحن نريد حل لمشكلات. أنا مهتم أن أسمع منك الجانب المشرق، أنت قلت لي أنت تحدثنا عن الجانب المشرق. فحقيقة يعني مثل ما قلت لك إنه ولي الأمر عندما يعني لا يحدد الهدف الذي يريده هنا، يعني أنت لن تحاسبنا على شيء. لذلك يعني إحنا حقيقة عندنا في المدارس بشكل عام جوانب رائعة جدا، مثل عندنا طلاب يعني متقنين جدا. عندما متى يحدث هذا؟ عندما تتعاون إرادة الأهل مع إرادة المدرسة، عندما ينتجون طلابا بدرجات عالية جدا يدخلون تخصصات. عفوا أستاذ أحمد، يعني كيف يمكن إنتاج طلاب بدرجة عالية ومتقنين في ظل بيئة تعليمية تفتقد إلى المتخصصين القائمين على المدرسة وضعف فرق التعليم؟ من أين يأتي هؤلاء؟ يعني الكلام اللي ذكروا الأخوة لا أظن أنهم يقصدون أن هذا بنسبة 100% في كل مدارس أو في كل مدرسة بنسبة 100%. يغلب لابد أنه موجود، يعني لابد أنه موجود. إذا الصورة المشرقة هي استثناء يمكن لا يبنى عليها. يعني هذا الاستثناء هو إذا ركزنا عليه وبحثنا أسبابه معكم ومع المدارس ومع الأهالي قد نستطيع تعميمه. يعني الآن في الصف مهما كان أعطني أضعف صف في المدارس، عينة عشوائية، هذا الصف تعبان والمعلم ضعيف والإدارة، لابد أن تجد نسبة لا تقل عن 10% من الطلاب المتميزين أخلاقيا وعلميا ومهتمين. فلابد أن يكون هذا الجانب موجود وهذا الجانب موجود. متى؟ عندما يهتم الأهل والمدرسة مع بعض، وحتى لو قصر أحدهما أحيانا الثاني يعوض. فهذا التعويض قد يعطينا شمعة مضيئة نقتبس جميعا منها هذه الحلول وهذه الأفكار. يعني نحن حقيقة بحاجة إلى أفكار بعضنا، كلنا غرب في هذه البلدة وكلنا نحتاج إلى تجارب جديدة وكلنا نشعر ما زلنا في تخبط. نقطة أخرى، إلى الآن نحن لم نرى المنتج النهائي للمدارس. أقل مدرسة تحتاج إلى 12 سنة، الطالب دخل اليوم بعد يعني المعمل يدخل الآن بعد 10 دقائق يخرج المنتج النهائي أو ساعة أو حسب المنتج. منتجنا البشري يحتاج إلى 12 سنة، يعني لم نراهم بالنهاية حتى نحاكمهم ذلك المحاكمة، لكن كما نقول نحن المكتوب مبين من عنوانه. فأيضا نحتاج إلى مثل ما ذكرتم إلى تعاون الأهل، إلى اجتماعات قوية بين الأهل، إلى تكتلات يعني اتحاد أولياء أمور، وأيضا مثل ما ذكرنا إلى اتحاد مدارس حتى نحقق الأهداف. هؤلاء يخدمون هؤلاء بطلابهم وهؤلاء يقدمون الخدمة التعليمية المناسبة. أستاذ محمد، ارتفاع أقساط الطلاب وتقاضي المدارس بالعملة الصعبة أنتج لنا حالة من تسرب الكثير من أبناء العرب من المدارس العربية ودراستهم في مدارس غير عربية، واستحولوا بالتالي التعليم العربي في تركيا إلى تعليم نخبوي. ما سلبيات أو إيجابيات هذه القضية أن يتحول التعليم في المهجر بالنسبة لأبناء العرب إلى تعليم نخبوي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. طبعاً ذكر الأستاذ هناك أشياء كثيرة وهي مصاحبة في قضية لو نظرنا إلى السبب الخلل والسبب النخوة وغيرها، تجد أن المناهج تشكل عائق أيضا
مناهج، كل مدرسة أتت بمنهج، وهذه عدم اتفاقية المناهج. يعني مثلا الذي في اليمن جاء بمنهج اليمن، الذي في سوريا جاء بمنهج سوريا، الذي في العراق بمنهج العراق، الذي كثيرا من هذا أتوا بمناهجهم الموجودة هناك في تلك البلد. يعني قد ربما أنت لما تأتي بهذا المنهج لهذا البلد، وهذا المنهج قد كما يقول عفى عليه الدهر، وأنت تريد أن تطلع طالب نسخ لصق. ليش؟ لأن المدرس هو المدرس نفسه لا يريد من الطالب أن يبدع، وهناك مشكلة من المدرسين أنه يهتم بالطالب المتميز ولا يهتم بالطالب أستاذ الضعيف. أستاذ محمد أنت لا يدركني الوقت، نعم. فقط أنا مهتم بمعرفة جوابا عن سؤالي. فلذلك قضية التعليم عندما يتحول التعليم إلى تعليم نخبوي، هل هي ظاهرة إيجابية تقدم لنا نخب تقود المجتمع مستقبلا، أم هي ظاهرة سلبية تحصر العلم بالتعليم العربي بالعربي على فئة محددة دون الأخرى؟ طبعا سيكون سلبي جدا. لماذا؟ لأنه انتقى أناس والهدف منهم كما ذكر أنه يأتي بولده إلى المدرسة من خلال منشور المدرسة التي وضعته في الأوراق. أنا أقول وضعته في الأوراق ولم تجده واقعا، يعني لدينا المدرسة هذه وسيكون الطالب وفي نهاية العام سيكون الطالب كذا وكذا، لكنك الحصيلة تجدها في نهاية العام لا يجد طالبا مهتما بذلك، وإنما كان مهتما بقضية كما ذكرت السعر وما سعر، والطالب أهم شيء أن يأتي الطالب للمدرسة، هذا هدف الأسرة، أن يأتي الطالب للمدرسة ثم يعود إلى البيت، والمدرس نفس الطريقة منتظر نهاية الدقائق الأخيرة للحصة عشان ينهي الحصة ثم ينصرف، والأعضاء هيئة التدريس أنفسهم وأعضاء الهيئة الإدارية نفس الطريقة، أن تبدأ الحصة من كذا وتنتهي في كذا وغيرها. ولذلك انتقينا نحن النخب لكن لم نؤدي الأمانات، ولذلك مشكلة كبيرة. بقية الفئة المهاجرة لهذه البلد من لهم؟ لجأوا إلى قضية المدارس الأخرى، يعني التي ليس لديها يعني تدرس مجانا وغيره. لذلك أنت انتقيت نخبة من اللذا، ومع ذلك الهدف الذي تريد أن تحققه لم يتحقق في هذه النخبة. لماذا لم يتحقق؟ لأنك راعيت خوفا من أن يسحب أو يسحب ولي الأمر ابنه من المدرسة، فلذلك سيكون سلبا ليس إيجابيا، يعني أن تركز المدارس على النخب دون غيرهم. أستاذ مروان، بعد 10 أعوام، بعد أكثر من عقد من الزمان على انتشار المدارس العربية في تركيا، ما الذي استطاعت أن تقدمه هذه المدارس في نهاية المطاف، في المحصلة النهائية لأبناء الجالية العربية من خدمات تعليمية أو تربوية أو نفسية؟ الأمور نسبية بلا شك، ولكن تعقيبا على مسألة المنتج النهائي، أنا أرى أستاذ أحمد أن المنتج النهائي ينبغي أن يظهر بعد عام واحد، بعد أشهر من دراسة الطفل، وليس بعد 10 سنوات أو انتظار يعني يعني لا وقت للمجاملات، لأن الخطب نعم. جلل أي خطب أكبر من أمر بناء عقول الأبناء وأرواحهم، لا مجال الآن للمقارنة. بعد 10 سنوات نحن نسأل السؤال بطريقة التالية: العملية التعليمية في النهاية منهج، معلم، وسيلة، بيئة تعليمية. الحديث عن المناهج حديث يطول، لأنها حقيقة تعددت مشاربها، وثمة ما يجب أن يعمل عليه أصحاب المدارس في غربلتها جيدا وتهيئها لما يطلبه الآن وما يحتاج إليه الأبناء. أين المبادرات في هذا الجانب؟ أين المبادرات التي تجعل من المنهج الدراسي ليس منهجا كما هو نأخذه من بريطانيا أو من أمريكا أو نأخذه من أي دولة أخرى ثم نصبه بطريقة تقليدية عفى عليها الزمن؟ المنهج يحتاج حقيقة إلى إعادة نظر، وهو أنا لا أقول المناهج الموجودة ليست جيدة، فيها خير عظيم، ولكن تحتاج إلى المزيد من إعادة النظر، لأن الموضوع موضوع التعليم. أين المبادرات في هذا؟ أين البحوث؟ أين؟ لا نريد أن نقول. الأمر الثاني، المعلمون كما تفضل الإخوة، هناك حقيقة هناك كفاءات عالية جدا، وهذا لا يعني أننا نتوقف عن التدريب أبدا. العملية التأهيلية والتدريبية يجب أن تكون مستمرة قبل العام الدراسي وأثناء أيضا العام الدراسي مع المعلم، هذا أمر دائم. هذا طبعا أحيانا قد يعني لا يلجأ إليه صاحب العمل لأنه ربما فيه تكلفة مادية عالية. أما قضية الوسائل والبيئة التعليمية فهذا أيضا حديث يطول، بدءا من سؤال يسير عندما أقول
ثمة مدرسة مثلا لا يوجد في قسم الروضة عندها مكان يمكن للطفل أن يلعب فيه مع أو أن يلامس التراب أو أن يرى زهرة أو شجرة، يعني البيئة التعليمية أيضا تحتاج إلى الكثير. كلها يعني لا أريد أن أدخل التفاصيل، التفاصيل ستضيع علينا وقت الحلقة، لأن هناك يجب اتفاق على عموميات كبرى، عموميات كبرى، معايير هي الأصل الذي يجب أن ينطلق منه. المنهج، النظام التعليمي، المعلم وإعداده لهذه العملية التعليمية، هذا إن شاء الله كله سيثمر، وكل هذا لا يمكن أن يكون إلا تحت مظلة الإخلاص. لا بد أن نخلص وأن نسأل أنفسنا، ليش أنا فاتح مدرسة؟ هل من أجل أن أخذ فلوس؟ ممكن تأخذ فلوس. هل أنا بدي ساهم في بناء جيل؟ فكر جيدا. هذا يحتاج إلى مزيد من العمل، من المبادرة، من مش لما أقول لك يا صديقي ما رأيك أن تدخل إلى منهجك منهج التربية الإعلامية، لأنه مهم جدا وهو موجود في كثير جدا من دول العالم من 40 ومن 50 و60 سنة، تحسبها يمينا وشمالا ثم ترى أن الموضوع سيأخذ منك وقتا. طب وين أخذ وقتا يا أخي؟ ما أنت الآن شغال 10 سنوات على الفوت، صار لك لو بدأت شوي شوي. طيب منهج اللغة العربية، طب أعيد النظر ويعني انظر ما الذي فعلا يمكن أن نقوم به، ليس فقط زيادة الحصص اليومية أو الدراسية في الأسبوع. لا 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 لا، الأمر مختلف، هذا له أيضا حديث طيب. آخر، لكن كما قال أحد الإخوة يعني اسأل، يعني أنت عندك نقود وبارك الله فيك، ضع هذه النقود في مكانها من خلال طيب. تمكين الفكرة أظن أن الفكرة بعد 10 سنوات أقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لكثير جدا من المدارس فيما فعلته، وأي يجزل يعني يجزل الشكر والعطاء لمن طيب. اجتهد وبذل وقدم، وهناك حقيقة نماذج مضيئة جدا، لكن نحن يعني أرجو المعذرة أستاذ مروان، أدركنا الوقت ووضحت الفكرة. أستاذ أحمد، الآن في هذه السنين من التعليم في المدارس العربية، هل كان الهم منحصرا على تخريج طلاب، يبحث الطالب عن وظيفة، عن تخصص جامعي، تدفع المدرسة إلى الطلاب إلى الجامعات، يبحث عن تخصص جامعي يؤمن وظيفة يعيش حياة مقبولة أو كريمة، أم أن مسائل المعنوية مثل قضية الهوية، الترابط العربي، الهوية العربية كانت حاضرة في المسار التعليمي في السنين الماضية بكثير من الوضوح؟ بشكل عام حقيقة الهدف التعليمي كان يمثل أزعم فوق 90% عند المدارس، وتلك الأمور هي أصلا في بلادنا لم تكن يعني مهمة جدا في عند المدارس والوزارات، وأيضا انتقلت معنا إلى هنا، فإذا المدارس كان جل الهم، وأتمنى أن تكون قد تنجح بهذا الأمر، وهو التركيز على الجانب التعليمي وعلى الدرجات بالضبط، بالتحديد على درجات الطالب، على جانب الهوية، على جانب كذا. هناك بعض الأنشطة التي بدأت على استحياء بالمواسم، بيوم اللغة العربية، بكذا، لكن أن نجد هناك توجه لدمج هؤلاء العرب في بوتقة واحدة لمقاومة الهجمات الفكرية الشرسة التي تهجم عليهم، هذا أنا إلى الآن ما صدفته بشكل واضح حقيقة. أتمنى أن يكون وهو أولوية. أعود وأكرر أن ولي الأمر لم يطلب هذا، طبعا هذا واجب المدرسة أن تقدمه، لكن أيضا لم يكون هناك يعني طلب أو توضيح أو وضوع عند المربي، مشكلة تربوية بشكل عام. المشكلة أستاذ أحمد أن يعني كثير من الطلاب، يعني تجالس طلاب ثانوية عامة بل حتى تجاوزوا إلى الجامعة، يعرفوا في الرياضيات، يعرفوا في الفيزياء، لكن لا يمتلكوا أي وعي في مواجهة التيارات الفكرية الوافدة، في مواجهة مشاكل الحياة. ما سبب هذه المشكلة باختصار شديد؟ السبب يعني مثل ما ذكرت لك، هو دخل في المعمل، في المصنع، هذا المصنع هذا يعطي رياضيات، علوم، إنجليزي، أمور كونية، أمور العلوم الدنيوية المطلوبة التي هي مهمة حقيقة. وحقيقة يعني منذ زمن بعيد في بلادنا العربية كنت أتحدث عن هذا وأسأل، يقول المعلم أخي أنا معلم رياضيات، الله يرضى عنك لا تدخلني مشكلات، أدخل أشرح المعادلة وأخرج. هذا من بلادنا، ليست يعني له علاقة بمشكلتنا، إلا أن هنا المشكلة كبرت وزادت وصارت واضحة جدا، فنحتاج الحل. ما تذكرونه قد يكون بالنسبة لي أنا بمثابة ولي أمر، أنا هذا الأمر أهم لي بالنسبة لي بكثير من أنا يهمني موقعك كمدير أكاديمي في المدارس. نعم. وليس كولي أمر، يعني هنا نعم. أتحدث كمدير أكاديمي في المدارس، وهذا الذي يهمني من رأيك. لكن لو أذنت لي أن أنتقل الأستاذ محمد أختم معه،
هل ما تقدمه المدارس العربية في تركيا هو أقصى ما تستطيع، أم أن في جعبتها ما يمكن أن تقدمه لكنها تتقاعس أو ثمة ظروف تعوق دون تحقيق هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قد ربما هي يعني حتى أنا أظلمها دفع الضرر، أخف الضرر، يعني تسد كما يقولون، يعني تريد أن تخفف ضررا من الضروريات الحاصلة في هذا الواقع. فهي لا تسعى أن تنتج إنتاج يعني. لماذا؟ لماذا لا يعني تسعى؟ بهذا الشيء لماذا لا تسعى؟ يقول لك يعني فترة وجيزة هدفها، والعقل كما يقولون عقل يعني يقول لك نحن في مرحلة فقط وقتية. نعم. وهذه مشكلة يعني كبيرة. يقول لك نحن بس وضع استثنائي، وضع مسافر سيعود يعني فقط بهذا، فلذلك لا تحقق الهدف الأكمل يعني، وتريد أن تنتج إنتاج. يعني تخرج من الثانوية وهو لا يعرف ماذا يتخصص، ما الفائدة؟ يعني درس عندك الابتدائية والإعدادية والثانوية ثم يخرج لا يعرف تخصصه، هذه مشكلة أين؟ لا تقول لي مشكلة الأب، أن الأب ألقى ولدك عندي، أتيت بولدي إليك من أجل ماذا؟ من أجل أن تعلمه، أن تعلمه التربية قبل التعليم، أليس كذلك؟ فلذلك لماذا لا تدخل التربية السلوكية الأخلاقية في كثير من المواد؟ يعني تحدث الأستاذ أحمد بأنه يعطونهم علم ويركزون قليلا على هذه المسائل، لماذا هناك فصل بين الجانب هذا وهذا؟ هذا من الخلل في الهدف الأساسي، وإلا الخلف التربوي. يعني الوزارة التربية بدأت بالتربية قبل التعليم، فلذلك أنا لما أربيه تربية صالحة أفهمه ما هدفه، ما غايته. أستاذ محمد، وأنت خبير يعني في مسائل التعليم، هل هناك مشكلة تقنية، تكنيكية، تقنية، فنية تحول دون الجمع بين أن يقدم موضوع الهوية وأن يقدم العلم على طبق واحد؟ هل ثمة ما يفصل بينهما؟ هناك ما يفصل كثيرا من هذه الأشياء، منها كما تقولت الجوانب المالية، اهتمامهم بالجوانب المالية، الطاقم الإداري الغير مؤهل. نعم، يعني بهذه الأشياء، لأنه غير مؤهل. أنت تريد تحصيل حاصل بس سد فراغ، أن تأتي بكادر يسد فراغ، الكادر هذا ينتهي الوقت ينصرف فقط، ثم قد ربما يأتي كادر آخر أيضا، ليس كل عام ذاك التاجر الكادر الطبي العلمي عندك، ولكنك تغيره كل عام يعني. نعم. وهذه مشكلة كبيرة نجدها يعني. أشكرك. الله يبارك. مشاهدينا الكرام، ختاما أشكر ضيوفي الكرام في الاستوديو، محمد الناهي المشرف التربوي، وأحمد الصالح المدير الأكاديمي في مدارس الأوائل الدولية، وعبر سكايب من اسطنبول مروان خالد المستشار التعليمي. شكرا لحضراتكم على كرم المتابعة، في حراسة الله.